الهزيمة في كرة القدم هي ان انت تتعلم منها، فعشان كده ولأمانة العرض مع الجمهور 4 نقاط بس سريعة لازم نقف عندها، يعني هي بنهمس في أذن فايلر بيها. فكرة توظيف رمضان في الجناح الأيمن وتوظيف حسين الشحات في الجناح الأيسر، حتى لو أنت بتفكر في كشريدة وبتحاول تتعامل بشكل معين، هي على مدار أغلب المباريات أثبتت أن هي ما بتكونش الفكرة الأنجح. من الموسم الماضي. من الموسم الماضي بالظبط. فبالتالي بكل الإحصائيات مستوى النادي الأهلي بينخفض. قفشه بعد الطرد، بس خلينا اقطعك، بس ممكن يكون ان رمضان لعب ناحيه اليمين عشان الباك الشمال عندهم بو الناس، مرتضى بو الناس اقوى هجوميا، فكان رمضان فكره يحجم الفرقه دي، او ده ممكن يكون بيدور في زهر ريني فايلر شريده كمان. بس انت بتتكلم في اثنين الارقام الخاصه الدفاعيه ما بين حسين ورمضان، حسين اصلا كان بيلعب كمان يعني بيلعب فول باك يمين، فهو اصلا بيقدر يجيد الدور الدفاعي، فاحنا بنتكلم بشكل لا عام. لا انا مش ده اللي انا قصدت، مفيش الفروقات. هجوم رمضان ان رمضان هو اللي يهجم مدافع تونس ويوقف مدافع تونس في منطقته، مش لما مدافع تونس هو اللي يهاجم يقدر الدور حسين الهجومي. شحاته يلعب دور حتى دفاعي. برضو الاحصائيات الخاصه بنسبه المراوغات او حتى المحاولات على المرمى بتتكلم بالعكس، ده كمان رمضان ارتداده الدفاعي في المباريات الاخيره كلها اكتر من حسين الشحات. فالنقطه دي حتى لو انت عايز تعالجها مش هتبقى على حساب رمضان المباريات الاخيره يا احمد، حتى مع المنتخب بيلعب بشكل معين، مع فايلر بيلعب بشكل معين، فما كانتش المباراه الانسب ان انا اعمل فيها التغييرات. انا اكيد دي متفق معاك ان التغييره دي داخل الملعب اثرت فنيا، لكن انا بقول لك ايه اللي كان ممكن بيدور فايلر كان في ذهن ريني فايلر بالظبط. هو ده اللي كان، فعشان كده استغل وجود رمضان. أنا اللي عايزين برضه نتكلم فيه لعب قفشه من بعد الطرد كلاعب ارتكاز وحيد. غالبا لما انت بيكون عندك حاله طرد وبتلعب بارتكاز وحيد، انت بتلعب بلاعب رقم 6 اللي هو ديستروير. لازم انت بتفكر بلاعب يكون مهمته الاساسيه قطع الكرات وافساد هجمات المنافس. قفشه لعب فتره ليست بالقليله، كان وارد وخسرنا الاستحواذ فيها، دي الفتره الوحيده 30 دقيقه، دي الفتره الوحيده في المباراه اللي كنا بدانا نخسر الاستحواذ فيها. بعكس الو ديانج لما نزل كان له هويه، قدر حتى لو هو ما كانش في افضل حالاته ولكن اللي استعدنا الاستحواذ بسرعه. فنتمنى الملاحظات دي تكون موجوده واللعب خارج الارض مستر ريني فايلر. واحنا بنقدمه كنا اتكلمنا هنا في حاجات تكاد تكون دقيقه في تجربته مع نورنبرج واندرلخت فيما يخص استحواذك بالكره، فيما يخص اللعب مع الفرق المنافسه، انه دايما احيانا بيعتقد ان انا لازم يكون ليا دور هجومي اكبر، وده جيد مع شخصيه الاهلي يا احمد. ولكن طبيعه افريقيا وهو اللي اتعرف عليها النهارده فيما يخص تحكيم واجواء جماهيريه تستلزم احيانا انك تكون متحفظ شويه. هي المشكله يا فارس ان الطرد جاء بدري وجاء في مركز قلب الدفاع، وهو كان عايز يستحوذ على الكره، فكان فكره ان ينزل محمد هاني ويدفع باحمد فتحي كقلب دفاع جنب رام ربيعه، هي فكره ان هو حد بيقدر يبني الهجمه بيقدر يطلع بالكره، هو عايز يصنع الاستحواذ ده. واكيد السيناريو بتاعه كان هيطلع افضل كثيرا لو ما كانش حصل حاله الطرد بالتاكيد. وبرده فكره ان وليد سليمان كان برده بسبب الطرد ده يعني ما استفدناش من وجود وليد سليمان، وكان طبيعي في الخيارات الموجوده قدام ريني فايلر ان التغيير يكون وليد سليمان، برغم ان وليد سليمان هو الاكثر خبره، ولكن مقارنه باللي موجودين في الخط الامامي هو الاقل مجهودا، فما كانش هيقدر يكمل 90 دقيقه، وخاصه واحنا كمان بلعب ناقصين لاعب، فالطبيعي كان الفكره ان يطلع وليد سليمان. ده اثر علينا هجوميا، اثر علينا هجوميا خاصه ان وليد عامل المباراه الاخيره مع الجونه بشكل مميز جدا ومسجل هاتريك، فاعتقد ظروف المباراه ما ساعدتش ريني فايلر ولا ساعدت النادي الاهلي ان هو يخرج باهدافه من المباراه دي، اللي الحقيقه كانت الاهداف دي واضح جدا انها كانت حصد ال3 نقاط من تونس. ويحسب له احمد زي ما قلنا ان هو حافظ على شخصيته كمدرب مع النادي الاهلي، الاستراتيجي اللي هو بيعملها من البدايه دي كانت حاجه مهمه بالتاكيد يعني. يا فارس ننتقل بقى لنقطه اخرى، ولكن احنا حابين بس نشيد كابتن